يلو قبل زمان بغيت نسكر معكم في فيديو جديد. اليوم باش نعملو فيديو انبوكسينغ. ياي جاتنا حكايه جديده اليوم نحلو كاردونا. اول مره باش نعملو الحكايه هذوما وصلتنا اليوم حكايه امس وصلتني حكايه والتوله حليتها. قلت خلينا نستنى اللي نصور الفيديو خاطر عندي برشا على فيديو عندي فوق 3 شهور ما نبدل فيديو. اي مس يو اول جايز والله اي مس اول عزيلو. اليوم وصلت حكايه باش تعاوننا برشا وان شاء الله باش تدوم لنا معناها خاطر الكاسك اللي كنت نستعمل فيها ريب وكهو معناها اخي انت بسيت لك خلصت انا بالتويتش مشيت شريت ميكرو بطبيعة ما مشيتش صرفتهم في فودكا والحكاية حاسيب وصلت ميكرو كوندنسر ميكروفون حاسيلو مشيتش كالحكاية كالباهية برشا. انا شريت البي ام 800 اغلبية اليوتيوبرز توانس هيستعملوا فيه وسلعة باهية مش ماسة يعني يعطي كاليتي مزيانة مشكل توب مشكلي ماسة يدريك نحن هل مانا خاصين شي ديجا بعديك بشوريال حاسيلو. نبداو في الانبوكسينج حاسيلو. هذا هو الميكرو يتحل منها اوبن هيت ام سو اكسايتد والله خاطر هذايا شريتو من 28 ديسمبر وصلني 5 فيفري. صورها انت حقا شريتو ما غير الساند هذا فاش نستنى انا معناها شاري باهي كيفاهي عندنا دي الكابورة طول حياتي حبيت نمسها حبيت نجرب باش نتعمل حاسس ولا انا من هكا مقادي شنو هو الديوان صح ما جاتنيش في بوكس من هكا. انا نحكي لكم حكايه شادي جيش اربع حاجات انا كي معناها شادي فما حكايه ترخص فما حكايه غالي مشيت نشوف يعملوا لي 35000 ديوانه كل شيء مشيت قلت له اعطيني معناها نشوف الكاشي معناها حكايه رخيصه باش نخلص عليه 35000 يعمل لي فما حاجات كل شيء خليت معنا حاجة الكارت وشفت اللي هي تعرف ميكرو بهذه اللي العنكبوتة كنا نقول مسكوت منها معنا هيك العنكبوتة عشان دي شامل بها ما كي عندي هي عشان كنت تركب اللي في بيلي يحطها هكا والله ما عندي حتى فكرة على علينا سيروا عنا ذي العنكبوتة أول حكاية لأن هكا عنا الكابل اللي باش نحطوه معناها البرانشا كما هكا الكابل قدم 100 متر وما عادش عندي حتى فكرة أنا هكا الميكرو ثاني حكاية رابع حكاية اللي هي الميكرو اللي هو الحكاية الباهية نحطو من هكا ونحطو على الخلف ولأن هكا عنا المانيوال باهي يا سيدك بن سيد هذا هو الميكرو كما تشوفوا معناها لازم تحطلو هاكولو نسترو معناها فهمت حازير فهم ميكروفونات من هكا يتحلو ولا معرفش يتحطو فيهم البطارية حسب ما نعرف هذا متحطش فيه البطارية فما ميكروفونات يتحطو فيهم البطارية معناها لازم تحط بطارية باش تمشي سيدي شفنا حلينا اليوتيوب وشفنا معناهاش بهاي معناها كيما باش تكسر هذايا العنكبوتة هكا تحط العنكبوتة حاسيلو نبرنشي الميكرو ونرجع لكم شباب برنشينا الميكرو تو باش نجرب الميكرو هذايا كيف يخدم انا فهمني فهمت حسيب وقالوا لي ما حبوبة بالصوت يغني حبوبة بالصوت يغني I know cringe guys I know don't فهمني بون بالنسبة للكاليتي متاع الميكرو هي ماهيش مشكلي very good اما مش very bad تستحق معناها ودوم لك معناها بالنسبة للميكرو كم هناك يدوم لك بالنسبة للهوية سمعش هوية كالنحية وذية مثال هكا عرفتش من جهة نحكي انا وكي من هكا دخل بالجهة هذي نحكي منها من الجهة هذي دخل نحكي منها نحكي من الجهة الاخر حاسيلو بالنسبة للميكرو هذي هكا معناها ما غير الكابور هذي انا مقربه توا على الاخر معناها الفمي كم بعده معناها الفم من فمي هكا معناها نولي نحكي هكا فهمت بعيد كي قربه معناها يرجع الصوت واضح واموره ستزيد حسن بالنسبة للميكرو هذايا نعطيه
7/10 7/10 مش الميكرو الكل ميكرو برسمي بيه البيجنر معناه يسحق معناه نتا ديسك هذا ميكرو نتا جيمنج مش نتا جيمنج معناه كلي نتا ديسكورد ركشة مع اصحابك وتحكي وقهوة انا اما مش كل ميكرو معناه نتا التيب هذا يعني فهمت مش كل نتا التيب كل باش تغني بيه ولا حكاية جوست سيب نتا جيمنج وتلعب معناه وتحكي مع اصحابك. بالنسبة للتخشخيش حسب ما نشوف انا فمش برشا تخشخيش فمش تخشخيش صوت واضح صوت جوبي وننصح انا بطبيعة خاطر رخيص هو يعمل 150-120 كيك في تونس كم باش تجيبو انت من برا بطبيعة باش تكلف لك خاطر باش تخلص ديوانة كما انا ما تخلصت 35,000 ديوانة يتكلف لي كيك تكلف لي معنا بال تكلف لي عادي معنا اما بالنسبة كي باش يجي معنا من برا باش تبيعو يتباع معنا بصوم هذاك 150-140-120 حسيرو شكرا لكم يعجبكم الفيديو شباب ما تنساوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وان شاء الله باش نعودوا باش نرجعوا نبدو فيديوهات على قريب جست انتوما ادعمونا وانا في الكومنتات قولوا لنا شنو رايكم في الميكرو هذايا وكاو لايك شير سبسكرايب ام بيس.